بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة فورين بوليس الأمريكية تكتب أهداف أردوغان الخفية، سر معارضة تركيا انضمام أعضاء جدد بالناتو. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. منذ إعلان فنلندا والسويد رغبتيهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، أبدت تركيا امتعاضها ووقفت في وجه إجراءات الموافقة في خطوة اعتبرها محللون لعبة من مرحلتين، وفقا لتحليل نشرته مجلة فورين بوليسي. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن الوفدين السويدي والفنلندي يجب ألا يخوض مشقة القدوم إلى أنقرة لإجراء مفاوضات، معيدا تأكيد ما ذكره يوم الجمعة أن السويد وفنلندا تحتضنان إرهابيين. وذكرت مجلة فورين بوليسي أن معارضة تركيا تعد أمرا بالغ الأهمية، حيث يعيق ذلك الحصول على قرار ضم أعضاء جدد في الحلف، لأن هذا القرار يتطلب الحصول على موافقة الأعضاء 30 كافة. ويعتقد محللون وخبراء في السياسة أن الرئيس التركي يدرك أهمية معارضته لقرار يحتاج أعضاء الحلف إلى إقراره في أسرع وقت ممكن وفقا للمجلة. وتقول المجلة إن معارضة أردوغان تتوافق مع موقف حكومته، حيث كان انتقد السويد وفنلندا لامتناعها عن تسليم بعض الأفراد المرتبطين بحزب العمال الكردستاني بكاكي الإرهابي الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتوفر السويد موطنا لمن يعتبرهم أردوغان أعداء، من ضمنهم أنصار فتح الله جولان الإرهابي، والذي يلقي عليه الرئيس التركي باللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. لكن المجلة تستدرك أن استهداف السويد وفنلندا لاحتضانهما المعارضين الأتراك يتناقض مع فتح بعض الدول الأعضاء في الحلف أبوابها لهم، ضاربة المثل بأن جولان نفسه يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. ويرى الباحث في مجلس الشؤون الخارجية ستيفن كوك في حديثه لفورين بوليسي أن غضب أنقرة قد يعتبر منطقيا من المعارضة، إلا أن الأمر بعد ذلك يخرج من إطار المنطق. ويوضح ما لا أقدر على استيعابه ونقطة الخلاف التي سيطرحها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو لدى قدومه هنا، والتي تتمثل بأن نوعا من التهديد الأمني سيطال تركيا نتيجة لذلك، أي انضمام السويد وفنلندا. هذا ليس منطقيا بتاتا. المستهدف واشنطن. ويقول كوك إن الأهداف من وراء عاصفة أنقرة السياسية قد تكون موجهة لدول شمال أوروبا، إلا أنه يرجح أن المستهدف على الأغلب واشنطن، ويضيف يدل ذلك على أن هناك أمرا آخر يحصل، والذي يحصل بالفعل هو أنه يبدو أن هناك معارضة أكبر في الكونغرس على صفقة مقاتلات F-16 التركية، وتنتظر أنقرة الموافقة على صفقة مقاتلات F-16 كجائزة ترضية لدورها الدبلوماسي في التوسط بين الأوكرانيين والروس ومنح كييف طائرات TB-2 البيرقدار. وكانت تركيا قد طردت من برنامج مقاتلات F-35 الأمريكية بعد شرائها أنظمة S-400 الروسية. وذكرت الصحيفة أن هذا يعني أن الرئيس الأمريكي بايدن قد يضطر إلى إقناع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت، والذي يعتبر معارضا لأردوغان. ويقول كوك هذا يضع إدارة بايدن أمام خيار من اثنين: أن يواجه فوضى أكثر بالكونغرس بالأخص، وأنك ستتعامل مع عضو نافذ في حزبك والذي يمكنه أن يحيل حياتك إلى جحيم، أو أن تخلق فوضى في الناتو. أردوغان الأسطورة. وتؤكد مجلة فورين بوليس الأمريكية أن معارضة الرئيس التركي لضم أعضاء جدد في الناتو قد تكسبه شعبية أكبر في بلاده. ويقول مدير فرع صندوق جيرمان مارشال في أنقرة أزغور للمجلة أنه واثق من أن الأتراك والسويديين والفنلنديين قد يتوصلون إلى اتفاق في نهاية المطاف، إلا أن المواجهة تساعد في دعم صورة أردوغان الأسطورية كقيادي بارز في التاريخ التركي. ويضيف يمكنه أن يقول أن الحكومة التركية في السابق كانت لتوافق على هذا الطلب من دون شروط، لكن ولكونه قائدا قويا لن يقوم بذلك.
لذلك، وأشار إلى أنه يمكن النظر إلى موقف أردوغان كلعبة من مرحلتين يحسن فيها صورته في الداخل قبل حوالي عام من الانتخابات، وهي أولوية أكبر من نظرة الغرب إليه، ويقول هل يمكن أن تتضرر سمعته الدولية؟ أجل، لكن هل ذلك أمر مهم؟ ليس بقدر أهمية سمعته محليا. إذا تابعنا مع حضراتكم ما جاء في مجلة فيرون بوليس الأمريكية، والذي نقلته الحرة الأمريكية كذلك، عن أهداف أردوغان الخفية وسر معارضته انضمام أعضاء جدد في الناتو، حيث عزو ذلك إلى قوة شخصية أردوغان واستقلالية تركيا، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يستخدم هذه الورقة لكي يأخذ الكثير من التنازلات من الجانب الأمريكي والغربي بشكل عام. إذن هل جاءت الفرصة على طبق من ذهب كما ذكرنا سابقا لأردوغان وللحكومة التركية، حيث ستقتنص من الغرب ما لم تستطع أن تفعله في السنوات الماضية؟ وهل يمكن لها أن تقلب الحصار المفروض إلى فرصة ومنحة لتركيا؟ وهل يمكن أن تحصل على صفقات أسلحة كF-16 أو غيرها من الأسلحة التي كانت ترغب في الحصول عليها من أمريكا والغرب؟ كل هذه الأمور لا شك أنها أصبحت الآن على الطاولة، وما كان صعب المنال في مرحلة أصبح سهل الآن في مرحلة أخرى، أي أن هناك فرص تخلقها الظروف والأقدار للرئيس رجب طيب أردوغان، والذين يسعون لمحاصرته قبل الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجرى منتصف العام المقبل. هذه الانتخابات والتي توصف بالمصيرية والمفصلية، حيث يستعد الرئيس رجب طيب أردوغان لتتويج مرحلة تركيا الجديدة بقيادته، والتي عمل على بنائها طوال 20 عاما مضت. تركيا والتي أثبتت بكل جدارة أنها رقما صعبا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية، وفي الصناعات الدفاعية والعسكرية بشكل خاص، وفي الطائرات المسيرة والتي أثبتت أنها قادرة على قلب موازين المعارك في أكثر من جبهة وفي أكثر من مكان. لا شك أن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان رجل المواقف صعبة في مفترق طرق مهم، ولا نقول أن تركيا تمثل نفسها في الوقت الراهن، بل أصبحت أملا للمظلومين حول العالم ومثالا يحتذى به في الاستقلالية، استقلالية القرار، والتي كرسها الرئيس رجب طيب أردوغان. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. متابعين الأعزاء، أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.